صديقتي انضمي إلي وأنا قاربي. تكفى خلني لا أنا يعني البحر شكبره ما لقيت إلا أمشي عندكم. حسبي الله. يا هلا والله مرحبين، عدنا في حلقة جديدة من لعبة أطلس. عدنا يا عيال بإذن الله الحلقة هذه راح نلقى الحديد. Let's go. يو عدنا يا عيال في صباح يوم جديد. يوه الموسيقى والمكان القاعد، قسم بالله اجواء اللعبه حلوه الزبده مره. وهلا والله عدنا يا عيال، وفي الحلقه هذه نرغب في ايجاد الحديد. صوت القراصنه حقي يا عيال عاد تقبلوه. طيب عندنا هناك اشجار جبال، اسمعوا اتوقع لازم نبحر، لازم نبحر الى جزيره افضل من هذه. هذه الجزيره ما فيها ما لقيت حديد، دورت انا صراحه الحلقه الماضيه حتى بعد ما قفلت دورت فيها ما لقيت. فايش بنسوي؟ بنرجع عند طول عمر السلام اقول بسم الله حبيبي انضم الي. انضم الي الكرو. جبنا واحد يو هاف ريكروتد اولد سو ذا سترونج. واو جابوا لي حرمه يا عيال، ويغرب ليزه تخوف. هذا يقوم مني تسطرني انا وياكم يا عيال. اغرب ليزك عدي، شلون اتحكم فيك؟ فولوينج قول فولو مي يعني تستهبل. بعدين جت تركض. هلا والله صديقي صديقتي انضمي الي وانا قاربي. طيب اصبر شكلها علقت هنا يا عيال. ارجع ارجع ارجع. تعال تعال كمير بوي كمير بوي. تعال هلا والله جت يا عيال. هلا والله تعال تعال اركب سفينتنا الجديده ويقرب. طبعا نحتاج الحديد ليه؟ عشان اقدر اصلح يطلع السلامه الكانونز والاسلحه، اشياء كثير راح يفتح لي. فلازم يعني لازم نبني. يو ار كول. طب تسلق ورا ما يتسلق يا عيال، مو راضي يتسلق. والقرد بعدين وراه نزل ليه ما يتسلق؟ طبعا نبي الحديد زي ما قلنا عشان نلقى اشياء كثيره، نجمع موارد كثير. طبعا في القارب القديم هذا شكله نحتاج مره كثير. طيب شلون نوصل له هنا؟ كنت بطمر كرو ما ادري ايش 1 جولد كوين افري اوه لازم كل ما ادري كم اعطيها قرش. لا شوف تركت لي خرا هنا يطير ما شاء الله. الله يعزكم يا عيال. اوكي يا عيال عرفت الحل تعال والله. الله يخسكم بلا الله يخسكم بلا. شوف الوزنيه بس، شوف الوزنيه بس يا رب اني ما اصدم. كذا كذا ممتاز. يسار شوي حلوين وبس وقف خلاص بس. بسم الله اركب يا حبيبي يا سفينتي. ما ادري ما ادري ليش تعذبنا فيها. تعالي تعالي شلون تركبين انت؟ شلون اقول تركب؟ اسلم تسلقت. الله اكبر ما شاء الله طلع في درج مخفي ما مخفي وانا ادري عنه. طيب الحين شلون اقولها تشتغل؟ بقول لها ايوه قامت تكنس. لا اله الا الله. يلا اشتغلي. شلون اقول اشتغلي؟ والله يا العز ما له فايده صدق. هولد اقدر اطلق هذه لما اقول لهم لما اوه لو جيت اهجم خليها تتحكم يعني. طيب مشينا 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 يا عيال، لازم اخليها هي الظاهر تتحكم بالاشرعه هذه، بس ما ادري كيف امرها انها تتحكم في دقيقه. كوما ايوه قعدت. لا طيب الحين صرت تتحكم فيه. نايس الحين صرت تتحكم فيه. احتاج واحد ثاني عشان يتحكم في اللي ورا، لان حاليا هي اللي تتحكم في اللي قدام صارت. زين وين بيروح هنا؟ وين بيروح صدق؟ تعال اوه اقدر افتح البوصله يقرع بالقوه. خلنا نتجه قدام. سيده 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 ما عليكم ازهلوها ازهلوها. وخلني انزل انا الشراع ذا عشان يعطينا سرعه اكثر. يلا نزل لي الشراع ذا، شراعين مفتوحه الحين المفروض نكون اسرع. وانطلقنا الى رحلتنا. والله كنا بطيء حبيبي. قارب الصغير ذاك اسرع. سلامات يا كوكي. الرياح كويسه يعني ما هي من بعكس الرياح جاي على جنب. هل بونها بالملي تكون وراي؟ خلينا نجرب. طيب بسم الله. طيب الحين مر على اتجاه الرياح وراي. اوكي بدا يسرع. فرق الحين مسك الحين. لازم على اصفر اخضر اتجاه الرياح عشان اقدر انطلق. حلو حلو اوكي تمام مو مشكله مو مشكله.
يلا بسم الله الى وجهتنا القادمه ما ادري وين بس انه بنروح هناك بروح سيده لين نشوف مكتوب نيوترال بنروح حولها واو القارب كيف بالله القارب الجديد دام انا وصديقتي في بحار ما ادري وش اسمها اهم شيء عنتر يعال اللي في كتفي خلاص سميت عنتر انا صح ما قلت لكم سميت عنتر اي عنتر انظر الى البحار انظر الى الاجواء الجميله هذه حياه القراصنه هذه حياه القراصنه اللي مندبغين قبل شوي اي صح ما حطيت سرير تعال لازم احط سرير انا باني واحد ظهر ايوه تعال عطني سرير ما له داعي راس من بعيد خلني بحطه قدام عشان ما ادري ليش هذا الستورج برضو سويناه برضو بحطه قدام هنا الستورج خله كذا حلو ما في قارب ما في شيء حولنا اصبر انا اعرف استكشف تعال بسم الله ما في شيء حولنا ما في جزر ما في اي زفت طيب انت الحين تبين تاكلين تبين شيء ولا امورك زينه عنده والله دروع ودلع سعة صدر حركات والله ودي اعطيه سبير بس احس اني انا احتاج اكثر صراحه ها تشوفين اي جزير لا ترميها برا البحر اصبر ما في اي جزر ما في اي شيء حولنا السلام في صندوق حلو خلني ناخذ قروش لازم نجمع جولد من الحين لان هذا بتقعد تاخذ مني فلوس مره كثير الزبده وهلو بالمزيكا الحلوه وهلو والله بالمزيكا الحماسيه هذيك الظاهر جزيرتنا بدينا فيها ولا هي الا هي هوم نزل الانكر ما نزل الانكر صندوق ابيه وين راح؟ اختفى الصندوق هل لوتنا لما نمشي فوقه؟ شوفوا تحت اليسار تبون نلاحظ فيه الذخائر وفيه الاشياء الحلوه ذي زلنا طفرانين الصندوق طيب اللي مرينا فوقه تو تخيل يا عيال لو ان اللوت يدخل هنا تلقائي ايه اوكي ما صارت اوه شوفوا اقدر اضيف سره اقدر ما ادري وش هو نايس حطيت اكسترا بيت اكسترا كرو عندي 6 ليفلات اقدر ازيد اشياء هذا انكريز دامج اوف اول كانز اون ذا شيب نايس والله لفلت اشياء كذا وما ادري وش هي بس ان شاء الله انها تكون كويسه والى الان ما اشوف اي جزيره في الافق للاسف السلم لان اصدقائي انا حرفيا ضعيف مره فما اقدر اواجهكم انا اسف ودي يعني نولع الليله شوي بس ما يعني بعدين اجلوها يا عيال اجلوها يوم ثاني ما في رصاص والله انا شوف انا حددت وسويت كل شيء بس والله ما في سلاح زيرو حرف الاكس او علامه حرف الاكس علامه الاكس اللي حاطينها معناتها ما في احد مستلم الـ هذا الشيء بس يعلمك ما في احد مستلم مو معناته انه ما يشتغل اوكي والله يا عيال هذا بيجلدوني جلد الزبده انا متاكد انهم بيجلدوني جلد وانا قاعد احاول اوخر عنهم بس انه الرياح زي الزفت كانهم بيتهاوشون اسلم دخلوا في بعض ايوه انتوا كذا تمزحون نعنوا ابليسكم ليه ما قاعد يتهاوشون يا قسم بالله جاييني ما نقدر نحاش تكفى لف يسار ايه يلا انقلع دلفين افزع علي دفني تكفى تكفى خلني لا انا يعني البحر ايش كبره ما لقيت الا امشي عندكم اوكي خلاص اي اسمعوا خلاص ما في الا انك تخلي القارب على اتجاه الريح عشان تنحاش بس والله انهم كلاب بيجي لكم يوم باذن الله اي وش اللي تكسر يقول لك تكسر قاعد نغرق يا عيال لا شو اصلح ما اقدر اصلح ليه ما اقدر اصلح اللي بعد دقائق طب انا ايش اسوي يا العين في كنوز هنا ابغاها حسبي الله لا تغرقون سفينتي تكفون يا عيال بنغرق لا في جزيره هناك وجه لها والله قاعد تتكسر شوف دمه قاعد ينزف يا عيال ما اقدر اسوي شيء حرفيا موسى ما يسمح لي يا عيال احتاج الريبير ريبير كنت احتاجها يا عيال ما اقدر اسويها تغرق سفينتي قسم بالله
أقعد. لا لا صديقتي صديقتي تعالي معي صديقتي خراكي. لا 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 اقلب الغبنة اقلب الغبنة خراكي. It's okay it's okay نستطيع العيش نستطيع العيش يا صديقتي. أنا القبطان سوف ننجو بحياتنا. يقلع بالخفنة يا عيال. يقول لك عشان صلحت تحتاج ريبير كيت خاصة بالسفن. أنا أذكر كانت يعني تعلمتها بس إني الظاهر أحتاج برضو. الله يخسكم يا كلاب. الظاهر أحتاج أو والله بسبح واجد. الظاهر إني أحتاج السميثي عشان أسويها. والله بطولين جو وين. وش يا طلع حبيب ما يطق بلا ودني وصلني تكفى. لا 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 دلفين افزعلي وخر يا الحمار. قاعد احاول اخيط والله يطقها. انقرع ما اقدر اسوي شيء ما اقدر اسوي شيء. اوكي 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 حصل خير ما صار شيء يا عيال. عضوني بس كذا عضه يعني بسيطه مزح بين اصدقاء. حلو البدايه من الصفر جميله يعني ليس جيد ليس سيئه لكن عندنا قارب على الاقل. قارب في ستورج فضي هنا مصفر حرفيا. اوكي لازم 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 يعني عسني زعلان والله العظيم زعلان. خلزيني وينكم طف الموسيقى الخايسه دي بعد فيها خلاص. يلا الحمد لله على السلامه عيال. والله والله ما صار لك الخير بدون والله بس انه صار كل خير يعني الامور زينه الحمد لله. احنا مشي عايشين حاليا. استوعبت ان الجهه هذيك من الجزيره ما رحت لها ما شيكت اذا فيها حصى ولا. انا شيكت بس هذه الجهه اللي على اليسار فقلت خلني اروح الحين اشيك عليها يمكن لقانا شيء يعطيني حديد لاني احتاج حديد مره ما اقدر اطلع طلعه ثانيه الا وانا معي حديد. المشكله زي ما شفتوا الجزر بعيده عن بعض وعشان اوصل ذيك الجزيره مت في نص الطريق. ابغى حديد احتاج حديد حرفيا. اسمع تصير بدل عنتر انت والله العظيم انا حزين ابغى صديق رفيق لي بدل هنتر مدري عنتر. صرف لكم خمسه سامي تصير صديقي تكفى. عنتر 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 هذاك هو. تعال حبيبي تعال تعال اركب تعال تعال كتفي تعال. الله يخسها ديره وسخه القراصنه حياه وسخه. اوكي قالوا لي وقريت يعني ان في الزون الاول اللي في البدايه ما فيه في الغالب ميتال فلازم تطلع من الزون يعني تروح منطقه مثلا نيوترال. اصبر خليها تطلع تقول مثلا نيوترال اللي تحت على اليسار ذول إيه تبغى روح لهم قبل شيء روح لهم يقول وان شاء الله راح تلقى هناك مثل فلازم نبحر بحر ثاني للاسف على الوضع الخايس ده الله يستر علينا بس لازم نبحر لازم نبحر نلقانا جزيره اخرى قسم بالله معاناه. واخر انتوا قلوبكم قطاهم طالعين قلوب وقلت حياه. يلا بس بدي اشتري واحد بس ما عاد في عندي فلوس خلاص فقير حرفيا فقير. يلا مشينا ما لنا الا ذا اللي يعزنا تعال. اي والله قسم بالله رهيب ذا القارب جاني دمج ذاك اليوم ولا اغرق ما يقول لا بغرق بغرق لا صامد صامد عجبني. والله ودي ارجع نفس المكان اللي انجلت فيه. اي والله شوف قاربي شوف قاربي في الخريطه. اي لاني قربت انا من المنطقه نيوترال صح خلني اروح نيوترال فوق تشوفونها هذه اللي فوق على اليسار ومدري فوق على اليمين وابغى اروح لها الزبده. اوكي احنا بنوجه على العموم نرجع لكم لما نقرب ما عندي الا تبن وفرو الله يقلع ابو الخياس. وا فقر تعال اطبخ لي لحم لان موجوع. نلبس البس حمير احنا نرجع هيبتنا احنا قراصنه قراصنه اقوياء لسه لازم الهيبه موجوده مهما دقينا موجوده الهيبه يا عيال. ايوه كاني في صندوق هناك لونه ذهبي ما قد شفت صندوق ذهبي دائما اشوف خرايط لونها ذهبي. بسم الله ثلاثه قروش. يلا يلا ما نقول شيء ما نقول شيء ما نقول لا ما نقول لا ما نقول لا ثلاث قروش طيبه. تسلك تسلك لا يجي عضك احد.
الحمد لله على السلامة. بس لا صندوق ثاني. وات في دلفين ورا قاعد يناقز. انا والله اني والله انك تخوف والله ما اثق فيك. هذا مو نفس الدلفين اللي تو قابلناه. هذا ملون الله يخرب بليسه الكلب. هذا ملون. هذول يعضون شكلهم او انه مره كيوت يحبوني والله ما ادري. بس 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 واحد يا الظالم. يلا على الاقل في مويه وسعة صدر. والله اللعبه قامت تعوضنا الزبده. صناديق في كل مكان. اي والله 5 قروش. نايس. قاربي قاربي لا تروح تخليني. وش هو؟ والله اني طبيت على سحبت على ابوه بعد. اوه يعني البنفسجي احسن. صندوق البنفسجي احسن من الذهبي. والله جبت 5 قروش. يقرب القوة. بدل اللي ارجع. الحمد لله الحمد لله. اوكي معاي 10 قروش بالضبط. يعني اقدر اجيب 2 في الطاقم. لكن ما ابغى ابي الحين حرفيا حديد عشان اسوي سميثي. لازم 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 اني اروح زي تو وما عندي ادوات تصليح ولا عندي مدري. لا يا حبيبي ما ينفع كذا. لن اصدقائي لا ارغب بالمشاكل. راح اقسل الهواء سوي اللي تبي قلبها تجديف امشي وخروا عني. يا عيال شوفون الحدود شوفون الحدود يا عيال كذا يعني نطلع من المربع. يبي الله طلعني من المكان الخايس. تكفى شوفون خط الحدود. هل معناته ما اقدر اطلع منه؟ لا اقدر اطلع منه. ظهر اطلع ادخل لمنطقة اخرى. بسم الله يا عيال اني ارى شوف شرقة الشمس وانا داخل بعد. لا لا بسم الله عدينا. ترافلينج تو بي 7 فيتامين اي ديفيشنسي. عندي نقص معادن نقص حد. ليه يا ابوي في هناك قرية شكلها حلوة. والله في قرية حلوة. ليه عندي نقص معادن؟ كل فواكه كل لحم خلنا ناكل لحم. تعال تعال عندي نقص معادن. والله اللعبة فيها معادن ما معادن. كل يا ابوي كل. اسلم اشتغلت المزيكا وجاني الدلفين. شو السالفة؟ هذه تخوف صراحة. خصوصا انه طالع لي قدامي في سفن. انا متجه لها حرفيا. انا متجه لها سفن. في شيء على اليمين وشو ذا؟ ماني فاضي اروح له صراحة. انا اصلا لا محشي. تشوفونه هناك كذا كنا جزيرة بس ممسوحة. ويخرب بيس السفن اللي قدامي. ابعد عن الشر. خلني اوجه له ذاك المربع اللي ما ادري ايش سالفته. خلني اوجه له عشان ننحاش عنه. والله ما ودي اروح له. هذا اللي عضني تو الكلب. نفسه المعضل. تبي عليك وش ذا؟ كنا سجن. والله كنا سجن. نيوترال. ايوه نيوترال المكان. شوف مكتوب نيوترال. ما ادري هو نيوترال ولا يقصدون المنطقه كلها مربع نيوترال. الزبده اني بروح له لاني ببعد عن ذول فبضطر اني اوجه له الزبده. اوكي 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 بسم الله. وجه وجه وجه. بس انا قاعد امشي كذا زيكزاك. ما قاعد امشي سيده عشان الرياح. فهمتوا؟ حسب وين الرياح اروح عشان تصير اسرع لي. يعني يا حبيبي هذا مين؟ امان الزمن يا عيال. قراصنة قراصنة. لا فكني فكني. ما بي بتجيني كفين صح؟ انا موجه لهم. لا تطلقون لا تطلقون. بعيد بعيد. انا بعيد ما سكر خطر. ما في حد ما في حد. مدافع بس. يا وش سبدة ذي؟ اقدر اروح لها دهما. والله ما ادري ودي اروح لها الزبدة. ودي اروح لها بس ما وضع ما يطمن. ما عندي ولا شيء. بروح اتسطر وبرجع. علموني عنها يا عيال تكفون. ها نقدر نروح لها ولا لا؟ انا الحين خلاص بوجه للجزيره ذي. يو والله قربنا. نقول الحمد لله على السلامه. انتم بس ابعدوا عني. نقول الحمد لله على السلامه. يا رب يلقى فيها حديد يا عيال. والله احتاج حديد. احتاج كميه حديد. ابي اسبح في الحديد. ابي اسبح في المعادن. لا لا متفائل متفائل. شوف شكلها ما فيها قريه ففي الغالب ما راح نقدر نبني سفينه فيها. بس عادي. لا تكفى مستولين عليها. مستولين عليها قراصنة. نعنبوا بليسكم. شوفوا هي فيها حيوانات بس الظاهر بنفس الوقت فيها قراصنة. اوكي ابنزل من القارب بروح لهم سباحة عشان لو انجلدت على الاقل اغراضي هنا موجودة. يعني ما اخسر شيء. فهمتوا يا رجال؟ احنا قراصنة والله. احنا قراصنة يا عيال والله. في بيت قراصنة الزبدة. شفته. نزل اغراض المهمة. اوكي كذا كفي. كذا لو مت عادي ما ازعل صح؟ يب ما ازعل. بسم الله. ليتس جو. والله مليانة قراصنة ذي.
شوفوا حط لهم بيت هنا. بس الله يخرجك. بدأ يطلقون علي. The Killing Isle، جزيرة القتل. والله ما كان ودي استكشفها صراحة. ولعن ابليس اقوي يا دول. مدفع كذا على طول. خنزير اسمع، خلني اروضك وارسلك عليهم. واو يا الكلاب، والله بسوي لهم بسوي جيش خنازير. صكب لي بطنه. هجموا عليهم. حلو، اصبر طيب خلني الوت شوي بس. ايرون. انا مبسوط. تيس خلني الوت. الحديد طلع سهل موضوعه، بس الله يقرح الجزيره الاولى اللي كنت فيها. وشو بسالت ملح يا الخنازير. والله قاعدين يطقون مع ايش؟ مع ذيب. عندهم ذيب. والله افزع لكم، والله جاي افزع لكم، والله انكم كفو يا بلا. اطلقوا عليهم، اطلقوا صاروخ، اطلق صاروخ هنا. ايوه جاء صاروخ. حلو، اهجموا عليهم، اهجموا عليهم. يقرا ابو الغش. والله انا بلوت يعني، ما علي منهم انا، خليهم يطلقونهم. ما في بلوت، ما برايح، والله ما اروح انا. يلا لقيت اشياء زينه ذي. والله هنا اللوت مره يفرق الزبده. كل شيء يعطي ايرون، كل شيء، حتى الصخور الخايسه. خلاص ما قصرتوا، شكرا. هذا اللي ابيه انا بس. يمديني ابني، احتاج هايد. اصبر، انت وش انت؟ وش ذا؟ دجاجة ميتة. الحمد لله جمعنا هايد. في ذعابين. سكيل اعطاني فينوم سم. دجاج الله يخرجكم بلا. والله حسبه في واحد قاعد في جزيرة محبوس. بس ذا دجاج لونه احمر كأنه معضل. والله كأنه فيه نار. وفكني فكني واخر عنه. والله اني شفت الموت. جاية في وجهي مسبقين لي الكلاب. تعال تعال تعال، بسم الله. سميثي جيب، يا رب اني اقدر احطها هنا. اي والله، بسم الله. اخيرا يا سميثي، تعال. وش اقدر اسوي فيك؟ ولا شيء. كرافتنج، ريبير، مسك، ستراكشر، ويبنز، فاير ارمز، بيستل. وش احتاج؟ مثل اويل. من وين لي اويل؟ اويل ما عندي اويل. اوكي، يقول لك الزيت تلقاه في لما تذبح السمك. ويقول لك احسن نوع سمك التونه، وذاك اللي كنا ما ادري شلون جاي، كنا قرص. هذه ابي، هذا اللي يعطي، هذا يعطي زيت مره كثير. قوي قوي، انا اقوى. اي اي لا تعض بسرعه. الله ياخذك يا سبير، سنه عشان تصنع. بألقاها منكم ولا من ذول. دم زاد، وجع ليفل 22. انا والله قاعد احارش واحد ليفل عالي. اعطيني واحد على قدي. ولا خلينا نجرب السمك الصغير. تعال كيوت انت. مسكته يا عيال. وين مسكته. ريليس بادي، تعال. ما اعطى فيش اويل بس يعطي سكن. نايس. اسلم، ما القاها منك ولا من الغرق. صدته. شي خوي قاعد يختنق. اي لا تفزع لخويك يا الحمار. مت. عادي عادي عادي، فيش اويل، اخذت اويل. حلو 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 حلو، جنبي القارب. اتس اوكي اتس اوكي، الامور سهلات، الامور سهلات يا عيال. انا ماني فاهم ليش قاعد يختنق تو، وحتى وانا قاعد اطالع اتنفس. خلاص لا حد ياكل جثتي. ما انتس لسه انت حاقد علي، ما انت بحقود صح؟ بفرمه بس. تعال خلنا ناخذ. والله حقودين يا عيال جايين يهجمون علي. طلع اجريسيف الحيوان ذا اصلا. شو الشايل بس. جب 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 جب. يا سلام، عطني جن. اتوقع كذا. تعال جيب الهايت. وسوينا فرد، سوينا الفرد. حلو والله. جيب يا وحش. اوكي نبغى رصاص الحين حق الفرد. شو يحتاج؟
وش يبغى اي واحد؟ سمبل بوليت، جريب شوت، هذا يستخدم في السوفل، السلاح السوفل ما ينفع، هذا حق الكانن. اوه كانن يحتاج ايش؟ يحتاج جن باودر. ايوه هذا، ايوه هذا هو، حلو حلو. مورتر اند بيستن ما يسمونه ام ذا، تعال جيب يا بوي، الظاهر هو او بيستل، بيستن بيستن حلو. تعال شو قام كحكح مريض خوي الظاهر، عادي عادي مشكله، قبرك هنا وبيتك هنا. بسم الله، عطني المورتر حطه هنا جنب هذا الحلو. بسم الله، جن باودر. وش احتاج؟ كول، فحم، وفلنت. فلنت موجود وفحم اتوقع عندي هنا. اوه الحمد لله اني مجمع، مو مجمع قاعد احرق وانا ما ادري، الحمد لله. يلا سوي لي جن باودر، بس 21 يقرع ابو الفقر. شوفوا اقدر اسوي ترانك، وات يقرع بالقوه. اروح ارقدهم اللي هناك الكلاب. يلا يلا بسم الله يا عيال، والله احتاج فلنت الزبده، بروح اجيب فلنت وبجي. لا اله الا الله، ما مداني اطلع راسي من القارب اللي هم طالقين. ما شاء الله الحين الفلنت اللي كان في كل مكان موجود صار هنا مو موجود، من كثر ما ارميه صار ما تلقاه. والله قم كلاب. اوه جمعت والله فلنت. بيسولج يعتبر فلنت بالله. اوكي قل لي كذا من اول، انا زعلان. يلا الحمد لله. يلا عطني طعم السلامه. اقدر احرق الكوكونات؟ لا اقدر اكلها الظاهر. عطنا فيتامينات وكذا ننوع، عطنا كوفي سيدز، لا عطنا بصله، البصله كويس للمناعه. كل كل شكل شكل، عطنا ذا الحين احرقه. ريزن ما ابغاه، ابغى يطعم السلامه. السمك خلينا نطبخ، يلا لايت فاير الحين هذا بيصير، خليه يولع يعطيني فحم طول الوقت يعني، فهمتوا؟ والحين نجي هنا نقول يلا عطني ايمو، يحتاج فلنت. اي زي هذا فلنت، هذا كله فلنت. سوي بس 10 طلقات وجع. وش عندنا نقص؟ عندنا نقص في الجن باودر. اوكي حلو حلو، ناقصنا الحين حرفيا فحم زياده وفلنت، مره موضوع مره ايزي، بس يبغى له وقت يعني. فخذ الحين ذا. في فلنتين اصلا عندي مره كثير، بس عطني الحين الرصاص البستل وينه؟ ايمو شو اسمه؟ سمبل بوليت. اوكي 15 طلقه زياده. اوه يعطيني طلقتين كل مره، حلو. اي لايك ات الوت، اي لايك ات الوت. يلا بسم الله عطني رصاص. وهلا والله، طبعا هذا طلقه واحده يطلق. اسلم، وش ذا؟ وش ذا؟ وش اضغط؟ هذا الظاهر عشان التعشيقه. لفت كل اقرع ابو المشوار. كل هذا عشق، عز الله متنا. عز الله، قلت عشان عشق طلقه واحده. عز الله متنا. شو شلون ماسكه كذا؟ واضح انه ابو كلب. قردي، هذا القرد حقي، هذا القرد حقي. تعال تعال وراك بعيد يا حبيبي، ابي حبيبي انت عنتر. انا اقول وينك عز كتفي خفيف اليوم حبيبي، انا اسف. شينا نروح نموت سوا مره ثانيه مره عاشره. يلا بسم الله، انا بروح اواجههم الكلاب. هم اللي بدوا يحرشوني، هم اللي بدوا هجوم. شوف الى الحين قاعدين يهاجمون، اول ما يشوفون ظلي بس. فابقرب عشان اقدر اطلق زين وشوف كيف الطلقات. حبيبي عنتر تبي تنحاش؟ انحاش من الحين، ترى هذه فرصتك. لان انا بروح يا عيش يا اموت. مشكلتهم معهم ذيب، انا خايف من الذيب الصدق. طيب بسم الله. حلو ما يوصل. ما يوصل حلو. ثلاث مرات عشان اعشق تعشيقه واحده. السلام عليكم يا عيال، وش ذا؟ بسم الله، الله ياخذك يا شيخ. سلاح زي الزفت الزبده. اسلم يا دمج، والله دمج. اي 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 هذا شيء معصب. بسم الله. يردون الصعصاعين. بحاول اغدر فيه هنا، انا قلت بغدر 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 فيك، قلت يا حمار. ايوه قرب هنا بس، خليك زابن في الحصى. هروبوا هروبوا، تخيط، ما في نحشه، ما في هروب. خلاص حرب هنا، حرب هنا.
انتوا بدأتوا الحرب مع واحد حول. اسمع والله يا عيال، والله عيال بروح اجيب بو بجي. والله ما ينفع كذا، ما ينفع. انا فردك ساعة عشق هذه انساها والله. ثلاثة نوعين ابو بليسك المعضل. ثلاثة يا عيالي قلعب الخياس يا اخي. المدفع تعشيقه اسرع من الفرد، مو معقول. يلا انقلع. يخرب بيس دم نقطة، لا تجي بالخنزير ويقلب علي حتى هو. مات واحد. يي من اول فاسر بريلود. حلو حلو، عطني ذي الاشياء حلوة من اول. خليني بجرب الحين. لا اله الا الله، قل السلام عليكم شيء. هذا ما مات، هذا ميت. شوفوا شلون سرعته. سلم. ايييييي السرعة. ايه انكسر. هربوا هربوا، انكسر يا عيال. اوكي اوكي الحمد لله على السلامة، رجعنا. خلينا نشوف هذا الفرد الجديد وش يحتاج عشان اصنعه، لانه صراحة مرة خايس اللي معي. في ريبير، في ويبنز، فاير ار. هذا يحتاج الوي. الوي ما اقدر اسويه. الوي عشان اسويه احتاج سملتر او شيء زي كذا، لازم اصهر. ايوه ميتالرجي ما ادري ايش، هنا لازم اسوي الوي. طيب وش تبي انت؟ خلينا نشوف ذا ايش طريقته. فورج. اوكي السلام يا كبري. والله يا بيسنا ما شاء الله صار في كل شيء. معليش يا لازم نتوهق شوي، لاني ابغى انتقم صراحه. وين المتل؟ متل اللوي، تعال. وجع. وش المتطلبات ذي؟ فحم وايرون. وجع وجعه. خذ فحم يلا سوي لي. هذا وش بيسوي لي؟ يسوي لي متل اللوي صح؟ ايرون انجت اللي هو متل اللوي الزبده. خل نجرب، باخذ واحد وبشوف هناك هل تزبط ولا لا. الظاهر انها تزبط. طبعا هو قاعد يصنع الحين. تعال عطني ويبنز، فاير ارم، فاير ارم، فاير ارم. امسك. حلو. احتاج 22. والله تو ماتش يا الكلب. ويخرب بيس القوه يا عيال. اوكي اوكي خلاص اجل. راح نشتغل على المثل، راح باذن الله نسوي، لكن متى؟ في الحلقه الجايه راح نجي نسوي الفرد الجديد. اتوقع انه مره بيكون جبار، خصوصا في التعشيق يفك لي ازمه، فبيساعدني اني اقدر اهجم على ذول. فيب راح نوقف هنا. ان شاء الله عجبتكم الحلقه، لا تنسوا القناه، حطوا لايك، تكون في المقطع. سلام.